أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم مقاطعة الكفار المقاتلين في الأمور المباحة بغية إضعاف قوتهم على المسلمين؟ هذا من صلاحيات ولي الأمر، فإذا رأى ولي الأمر مقاطعة تجارتهم والاتجار معهم فإنهم يقاطعون، أما الأفراد فليس من صلاحياتهم المقاطعات، ولن يضر الكفار إذا قاطعهم واحد أو عشرة أو اثنين ما يضرهم، لكن لا قاطعتهم دولة هذه يضرهم ما في شك. نعم.